من مدينة أم الفحم ينضم إلينا محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية خالد محاجنة. أهلا بك سيد خالد، يعني ما هي الدلالات على تأجيل هذه المحكمة اليوم التي كان من المقرر النظر فيها بقضية المحتجزين الأردنيين؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. عمليا اليوم تم تمديد اعتقال المعتقلين الأردنيين للمرة الرابعة على التوالي حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك من أجل الاستكمال والاستمرار في التحقيق بناء على توجيهات النيابة العامة في مدينة حيفا بتوجيهات المخابرات لاستكمال التحقيق مع الشبان من أجل أن يكون الملف جاهز لتقديم لائحة اتهام في المستقبل بشبهات حسب الرواية الإسرائيلية شبهات أمنية تتعلق بأمن دولة إسرائيل. عمليا من جهتنا اليوم حاولنا وكانت مطالبنا الإفراج عن الشبان الأردنيين وإعادتهم إلى الأردن، بحيث أن لم تتم أي مخالفة فعلية على يد الشبان. هم صحيح تم قاموا باجتياز الحدود الإسرائيلية الأردنية، ولكن فعليا لم يقوموا بأي تهمة أو أي مخالفة تتعلق بأمن دولة إسرائيل. فننتظر حتى يوم الاثنين المقبل من أجل أخذ جواب نهائي من النيابة العامة لتحديد وجهة الملف في حال إفراج عنهم أو تقديم لائحة اتهام مستقبلا. أستاذ محاجنة، يعني ما هي المدة القصوى التي يمكن إيقاف أي شخص مشتبه به تحت ذمة التحقيق في القانون الإسرائيلي؟ حسب القانون الإسرائيلي وخاصة في الملفات الأمنية يسمح للمخابرات التحقيق مع المعتقل واحتجازه لمدة شهر تقريبا، أكثر حتى من شهر، حتى 35 يوم بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة. ولكن في هذه الحالة في هذا الملف تحديدا لا أتوقع أن يتحمل الملف اعتقال الشبان حتى مدة شهر. حسب ما فهمنا اليوم من خلال مندوب التحقيق مندوب المخابرات، فقد وأوصل للمحكمة رسالة أن التحقيق تقريبا انتهى مع الشبان، وبنية النيابة تقديم يوم الاثنين تقديم لائحة اتهام بحق الشبان. آمل أن لا يتم هذا في نهاية المطاف ويتم الإفراج عنهم في القريب العاجل بعد تدخل الجهود السياسية الذي أبذل كافة الجهود من أجل الإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن. نعم، تابعنا اليوم وقفات شعبية في الداخل الفلسطيني لربما تشير إلى مدى تعاطف أو التعاطف الشعبي مع المحتجزين الأردنيين أيضا. صحيح، اليوم أمام هيئة المحكمة كان العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل متضامنين مع المعتقلين أبناء الأردن الحبيب، باعتبار أن الأردن وفلسطين والداخل هي بلاد واحدة. المعتقلين هم معتقلين، صحيح أنهم مواطنين أردنيين، ولكن هم الهدف من دخولهم الأراضي الفلسطينية هي وجهتهم نحو القدس، وبسبب هذا الدافع قام أبناء الداخل المحتل اليوم بالتضامن ورفع الشعارات والأعلام الأردنية والفلسطينية متضامنين مع المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال، والمطالبة أيضا بالإفراج عنهم عبر وسائل الإعلام المختلفة التي غطت الحدث. نعم، شكرا جزيلا لك محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية خالد محاجنة، كنت معنا عبر الهاتف.